كم 10 دقائق؟ خرف. أبشر. يقول 10 دقائق أطلع. نروح المطبخ؟ إيه بروح المطبخ وإن شاء الله نستأنس. تعرفون تطبخون؟ إيه أعرف. صدق تعرف تطبخ مبارك؟ والله العظيم نعرف. وش أفضل طبخة؟ هزبطها. أفضل طبخة شكشوكة. شكشوكة لا واضح إنك فنان ما شاء الله. أنا أندومي. والله العظيم. ما أعرف إلا أندومي بس. بس الله يهينك. سمع صوت خل. لا بسأل أنت سمعت صوتي وأبشر لكن بسأل عواد. عواد متى بديت في السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا. أو بالأصح المنصة اللي أنت مشهور فيها الآن متابعيك 300,000 فيها. الآن اللي هو صوت ناصر الطحطاني. متى ضربت بالعربي؟ متى ضربت؟ أيوة. قبل شهرين أو شهر. ما شاء الله تبارك الله. قريبة. طيب هي بعد المكالمة ذيك حقت مارك ليبل. إيه. في اثنين لازم أشكرهم. اللي هم خلوني أستمر ما أوقف. يستاهلون. مع فيصل صالح ولد عمي. كنت المجال هذا وأسولف بس ما في مكالمات يعني. ووقفت كرهت الشهرة كرهت كل شيء حذفت كل شيء حتى شيلاتي حذفتها. ومرة من المرات رحنا طلعنا ساكن الطائف ورحنا جدة نتمشى أنا وركان محمود أخوي. فأذكر إن جوي كان زين بالحين وقالوا ليه ما تفك بث الحين؟ طبعًا معتزل حذفت حساباتي بعتها كل شيء. كان عندك تواجد قبلها؟ إيه بس مو بالصوت هذا كنت سولف فقط وما أطول فيه يعني. سلام يا مرحبا. هلا خالد. النجم خالد الروقي. مرحبا يا ضحية. عواد العواد. طيب. ونعم كيف الحال؟ شك طيب شيخ؟ ما شك طيب كيف الحال؟ شيخ وحيد. مرحبا. يا ضحية كيف الحال؟ يا هلا مرحبا. عرفت مني؟ وفتحت بث. وفتحت بث ركان عمود قالوا فك ولزموا وزينوا الجو وطلبوا المطعم وكوفي عشان يزينوا. سلام. الله هيا. الله بخير. ندور لكم اليوم ندور لك. سم؟ نبيكم اليوم. والله ان النوم يا اخوك. والحين ورانا فقط مطبخ. تقول لي ضبطوا الكلج واهم شيء العشاء ضبطوك. ايه اهم شيء الاكل. ففكيت بث اذكر كنت اوصل 1000 البث ما شاء الله. ألف. عدد ترى ما بسيط. ايه هذا في البدايه 1000 ثم بعدين حمود اخوي جاب لي الفكره ذي اني ليش ما ادق على العالم ومقلبهم. اذكر احنا راجعين من الديره انا وركان حمود فقال لي حمود الفكره ذي وضبطك. ابغى موقف طريف دقيت عليه على احد وضحكت بعده او انه يعني جاء شيء غريب. في ولد صغير دقيت عليه. دقيت على ابوه المقصد ابوه لكن هو رد عن ابوه. والسالفه وش هي؟ اني سرقت من بقالتكم ومن عندهم بقاله. سرقت من بقالتكم واباكم تسامحوني. والولد قال والله لو تاخذ البقاله كلها انها فداك وما ادري وش. فطلعت صوت الحقيقي من كثر ما استحيت. الله يسعده صدق. وعد استمرت لك شهرين الحين. ايه تقريبا. الله يوفقكم جميعا. ما شاء الله. هو ظهور له اعلامي في التلفزيون. او ظهور لك على الشاشه اليوم. ايه اول مره. عاد حظنا طيب صراحه ان كنت اول ظهور لك في قناه الواقع. شيء هذا الصراحه العظيم. ما تفكر تشارك برامج واقعيه؟ ان شاء الله. ترى بداية السالفة أعلمكم. كنت بشارك في النسخة الأولى. مدري بزنس مدري شو اسمه. النسخة اللي قبل 6 ايه. أشهر. كان فيها مسعود بن شعبول وكان فيها. سكريبت 1 هذا قبل سنة. أيوه. كنت بشارك وكنت ميت على ما شاء مرة مندفع وهذا التسجيل وبيبدأ ومدري وش. سلمت الله عليهن. خلاص أبو حسين صبر أنا ما فيه. الله لا يهينك أبو حسين. وبعدين شاورت. كان الشخص دايم ماخذ رايه تركي اخوي الله يمسيه بالخير. يا تركي ادخل قال ادخل وانا معك باللي تبغاه واروح لمحمد واخواني قالوا ادخل. ففي الاخير رحت لامي. سلام يا يما كيف حالك عساك طيبه. يما في برنامج على التلفزيون وامي تتابع. الله يطول في عمرها. الله يطول عمرها. وابغى اشارك فيه. قالت لا. ليش؟ كذا. يا يما وش قلت علامك بدخل؟ قالت لا والله ما تدخل. اي تخاف علي مره واجد.
فشفت انها مره ما تبغى، مع ان انا كنت بجيب اخواني يقنعونها بعدين اسجل عادي يعني بتمشي الامور. فيوم شفتها مشدده قالت لا مره، وان دخلت ماني راضي عليك. قلت لعلها خيره. قلت لعلها خيره وابشري والله بالسعد. الله يخليها لك. إيه؟ الفرصه ما زالت قدامك. اللهم امين. وانت ما شاء الله عوضها ربي. فشوف كيف ربي عوضني. والله العظيم ما عمري قلت لامي ابشري الا ربي معوضني بدبلات. اسال الله لك وللجميع التوفيق. البرامج الواقعيه يعني انت اول شيء عندك قبول ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. وعندك يعني حبيتني. عندك موهبه تستاهل والله. عندك موهبه وانا انصحك انك تشارك في برنامج واقعي. ان شاء الله. ليش؟ لان البرنامج واقعي ينمي فيك اشياء ما تنميها السوشيال ميديا. برنامج الواقعي 90 يوم او 100 يوم يعلمك، يخلي عندك مناعه اعلاميه اجتماعيه، يخلي عندك تنوع في المواهب ويكتشف، خليك تكتشف حاجات عنك، اشياء، طريقه التعامل مع الكاميرا، طريقه التعامل مع المشاهير والاعلاميين. يعني انت جالس، انا ما اقول برنامج واقعي، انت جالس في دوره اعلاميه مدتها 100 يوم بشرها وخيرها ونفسيتها اللي ها ونفسيتها الحلوه وبانجازاتها كلها. كيف نفسيتك حاليا؟ 100%. بس قبل قبل لا، هذا هو اللي انا اقولها، شوي كذا وشوي كذا كلنا يعني. بس ايش ترى اذكر انه عصبي شوي. لا يبيلها ساعات بار برامج واقعيه، يبيلها ساعات بار. انت تذكر اني كنت عصبي؟ الحين دبل 2000 مره. لا طيب قبل شوي تقول يا ليتها انها 300 يوم مدري كم. نعم فعلا، بس احنا يوم انه تعايش مع الوضع. ايه تحت الضغط شوي بعض الاحيان، يعني سلطان اسمي بالذات يرفع ضغطي الله يذكره بالخير. الله يعني. اكثر شخص كنت ابغضه يوم قبلت البرنامج ذا. ما كان يتخيل، ما كان يشوف دم ضرسه عقب. يعني هو يمشي من هناك كان يمشي على قلبي. سلمت عليه في السكريبت 2 يوم جينا هنا نقدم، واجهته في الشارع تسلمت انا وياه، غيرها لا سلمي لا سلمت عليه. يوم جاء 18 سكريبت يجيني يمسكني بيدي، طبعا فيه تفيد الصوت، تسكير الصوت ميوت، يعني الميوت ما يطلع صوتنا سبيكر. ساعدني قلت على ابغيك، يوم جيت قال هو انا احط ميوت، قال لا بطل الحجار مره واحده خل ما حد يسمعنا لا اعداد ولا غيره. واجينا يوم من هنا نسير يحطون علينا زوم الكاميرا، يقربون الكاميرا عليها علامة استفهام، احنا نبطل الحجار من ضغطين. بعد ايوه بعد 16 يوم كنا تحت ضغط ما يعلم بالله، قال لي ابو حسين انا بصارح. قلت وشوبه؟ قال ما في شخص يفهمني في البرنامج هنا الا انت. قلت طيب اسلم والله، هو يعطيني طال عمرك مسودة كانها طلبات بنده. والله نجرد فيها كل ما يليق بالنسخه. لا لا شوف، البرامج الواقعيه والكلام للجميع. البرامج الواقعيه فيها ايجابيات كثيره، يعني 80% 20% سلبيه، مثل اي شيء في الحياه طبيعي كل شيء له سلبيات. احنا اشخاص لنا سلبيات، اخوانك ما بسوء. كان الجو جديد علينا وما نعرف نتعامل شوي مع الكاميرا، نتعايش وشوي ما تعايشنا، تتعود. و26 رجال من كل مكان، من كل مدينه، من كل دوله، يعني صعبه في اول 10 ايام والله صعبه صدق. فكنا شوي من كبتير ابو حسين الله يوجهه ضبطنا الموضوع. مبارك. شوف هو اللي تكلمنا ولا قطع الوالد ابو فرح، اللي تكلمنا بجد، نعم ما في شيء تاصره بسهوله، اكيد لابد تكون تحت ضغط نفسي. حاجه ثانيه، انت معك 24 رجال ما تعرف فيهم ولا واحد، ولا تمون على اي شخص، تجلسون قدام الكاميرا كلكم يا مرحبا ومسهلا والبقى، كانكم في عزيمه مستحيل في من المشاهد. فبعض الاحيان انت تتكلم مع شخص ولا تمزح معه نفسيته مين متقبلك، يحصل فيها رده فعل كذا، انت تبيعون الثاني على الشاشه مره مرتين ثلاثه لين تعودون على الثاني. حاجه ثانيه، ما معك جوال ما تدري، تغير حياتك. تخيل انت تاخذ 3 ايام 4 ايام تقعد توسوس، بيجيك الشيطان، امك ماتت تبيك ما اعوذ بالله يا ولد. والله جد قسم بالله كلنا فكرنا طبيعي جدا. ما معك جوال ولا شيء، قد تخيل ما معك جوال، انت قاعد الحين وانت صاحي تقدر تقعد للفجر ما معك جوال؟ اذا انت ما حاجه. لا لا والله طول. لا لا تقتل فكر النبيله. لا قسم بالله انت عيش نفس عيشتنا بدون جوال، بس اذا طلع عليك المدى ترتاح بدون جوال. يعني التفكير هذا لازم شغال.
شغال. الحاجة الثانية أنت جيت أنت هنا تخسرت أنت تخسر وراك ربعك هملت أنت لك علشان الشاشة عشان الكاميرا وأنا جيت نفس الشيء لو سويت لي أي حركة قلت أنت عقابي أبغى أسحب من الكاميرا أنا سويت أنت حاجة ثانية قلت عواد أبغى أسحب من الكاميرا يحصل فيه مشادات إلين نجلس معه يوم يومين ثلاثة يا أخي خلك واقعي ومش جات ولا ما جات الكاميرا. لا بس طبيعي تحصل ترى التوفيق والله العظيم لو ربي كتب لك توفيق لتخش وتتعدى الناس دي كل ابوها شوف صحيح انت تقول كذا الحين مثلي انا والله العظيم اني صاحي من النوم ما دريت الا وجهي في كل مكان ويدقون علي ناس لهم 20 سنه ما دقوا علي زين انت الحين قول كذا اصابعك قول كذا اصابعك ايوه يسوى اصابعك يسوى لا الا انا جنب بعض لا بس مهم نفس الشيء فيها دقيقه قصيره بقها طوال هذا لا تفكيره مو بنفس الشيء ايه تفكيرهم مو بنفس الشيء لا انا اشك ان عواد في ناس على نياتهم في الانسان الذكي الواعي إيه؟ في هنا المجلس ذا فيه اربع كيان المجلس ذا فيه اربع كيان يا زين وجهي ما شاء الله علي كيف استاهل ما شاء الله علي يا ولد ترى شعورنا نفس شعورك وما دخلنا كان لو افترضت الكاميرا سكر القلاب وضبط المرزه الحين تجينا كاميرا خلاص احنا ما نقدر نطلع المعلومه احنا ما نقدر نخطب الكاميرا خصم ها ما نقدر نضبط الكاميرا خصم 1000 نقطه انتم ما نقدر اقدر من المال لا ان شاء الله تجون ضيوف وطالع بالكاميرا لا ناتي ان شاء الله مقدمين باذن الله مقدمين ايه اطلع نفسيتك المتسابق انا بشارك ان شاء الله باذن الله امي تسمعني ايوه باذن الله ان شاء الله يا لا لا ان شاء الله اني بشارك بتعينون ان شاء الله كل خير باذن الله لو اني رئيس حالاتكم تفوزون كل ابوكم عندنا مقدم هنا السلام عليكم ارحم شوف اخيرا يا ولد كمل انا هذا استرسلت والله يتعب والله يتعب ترى تعب ولد يسحب من النوم يتعب مره والله العظيم والله يتعب مره انا ينشحت صوتي طولت في المقالب طولت انا شيبه من يوم ولدت وانا شيبه الرتم واحد الهدر هويه عاد بس كنت تعودت صح لان ترى بعد الشهره والله جاني مرونه في الصوت كذا صرت اتكلم خلاص كم ساعة ونص متواصلة واسوي واطول في السوالف وضحك عادي انا قبل فبراير بس رح سويتها ولازم اني اخذ دور طفل وانا اخذ دور الطفل ما قعدت يمكن دقيقتين انا اعرف اقلل بس ما قعدت دقيقتين الا صوتي ترى تتمرن اليوم الثاني مرن نفسك روح إيه. تجي هلا دائما يا ولد والله